أولى فقراتنا يا زينب لليوم عن الصحة ومساحتنا الطبية لليوم رح نسلط الضوء على النوع الأكثر شيوعا من التهاب المفاصل، وهو بيسمى التهاب المفاصل التنكسي. بيرتبط هذا المرض بتحلل الغضروف في المفاصل وبيظهر عند الأشخاص يلي سبق وتعرضوا لإصابة سابقة. واليوم رح نتعمق أكثر بالحديث عن هذا المرض مع الدكتور جهاد داغستاني، أخصائي عظمي. صباح الخير دكتور. صباح النور، اهلا وسهلا. يا حياك سعد الله. صباحك دكتور. يعني صباح عم النور. نحكي بالمقدمة عن التهاب المفاصل التنكسي، خلينا ناخذ عنه فكرة أوسع طبيا. هلا نحن بمشكلة بلدنا عم نلاقي نلاحظ انه نضطر نحن باعمار صغيرة نعمل تبديل مفاصل ركبة بالاعمار عمر 50. هذا الشيء انا بصراحة ما لاحظته بالمانيا ولا بماليزيا نعمل تبديل مفاصل ركبة. بلدنا عم نلاقي المريض عم رجعنا باعمار صغيره عنده تاكل سطوح مفصليه. تنكس المفصل هو بيكون انه معناته انه تاكل سطوح تعدي السطوح المفصليه وتاكل الغضاريف الحامله للجسم بتمص الصدمات. في كثير عوامل بتلعب دور بتادي لهذه الاسباب، احد اسبابها مثلا تمزقات الغضاريف، الاصابات الرياضيه المهمله. احد اسباب الاساسيه الامراض الرسويه، إذا كان ارتفاع حمض البول، إذا كان في كسور مسطوح مفصلي هذا بيأهب لتنكس مفصل الركبة. فأهم شيء بالعلاج هو الوقاية، إنه ما نوصل لمرحلة تنكس المفصل. مفصل الركبة هو عبارة عن مفصل، أكبر مفصل بجسم الإنسان بيحمل الوزن، وهو أكبر مفصل بتحمل الضغط والجهد وفي مدى حركة كبير. فبهمنا اهم شيء انه نحن ما نتعرض، ما يصير عندنا تنكس بالمفصل باعمار صغيره. نعم دكتور، يعني اذا ولا بد صار هذا المرض عند المريض او هو التهاب المفاصل التنكسي، خلينا نحكي عن الاجراءات الاوليه وعن الكشف عن هذا المرض، وما بعد الكشف شو هي اول الخطوات يلي بدايه العلاج شو هو؟ هلا في عندنا تنكس مفصل ركبه، في عندنا 4 درجات تنكس مفصل. بالدرجات الباكره تنكس مفصل ركبه الدرجه الاولى، احتمال رتم الحياه اذا غيرنا، خففنا الوزن، نوع الحذاء الطبي، رياضه لطيفه، بيتحسن المريض. بالتنكس درجة ثانية أوقات نضطر نعمل تنظير مفصل الركبة أو نحقن مواد مزلقة بمفصل الركبة. في آلام تترافق لحتى ما يصيروا للدرجة الرابعة؟ أوكي. هلا التنكس بالدرجة الأولى الثانية بيكون في ألم على الجهد، مسافة طويلة، الوضعيات القرفصاء، صعود الأدراج، جهد متكرر. كل ما يتقدم التنكس بصير في ألم حتى على الراحة. بالتنكس الشديد بالدرجة الرابعة بصير ألم حتى أثناء النوم. بصير تحدد بالحركة وبصير مزعج للحياة، يعني بيكون المريض مريض في ألام شديدة كتير. هلا كل درجة لها طريقتها بالعلاج، بس أهم شيء نحن بالحالات الأولى المبكرة لازم هي الألم هو مشعل إنه في مشكلة لازم نتفاداها. فأهم شيء بالعلاج هو إنه ما يتطور التنكس تبعنا طبعا المفصل تبع الركبة. طب شو هو دكتور أعراض الانفصال التنكسي؟ على أعراض غير الألم في الصورة الشعاعية البسيطة، بنعمل صورة شعاعية بسيطة لمفصل الركبتين بالوقوف. كل ما لقينا انه تقارب سطوح مفصليه، المسافه، انقراص حجره انسيه او حجره وحشيه، هذا بدلنا انه في عندنا تنكس بالمفصل. هلا في شيء مهم لازم نعرفه، انه مفصل الركبه بتغذى بالحركه، لانه السائل الزليلي هو اللي بيغذي السطوح المفصليه وبيتاذى بالجهد. رتم الحياه غير، ما في رياضه، ما في نشاط، بتاذى المفصل. بس كمان ما بنكون في رياضه عنيفه ناذي المفصل، يعني حركات عنيفه كثير. هلا البرد والعوامل الجويه بتحرك، ممكن تحركه كمان. البرد مو بهم، بس البرد بيشعرنا انه في اللي عندهم مرضى تنكسي بيصير في الم، بيحسوا بالبرد اكثر من غيرهم، يعني بيشعروا بالالم اكثر من غيرهم دول. نعم دكتور، خلينا نرجع للعلاج ونفسر طرق العلاج بشكل. هلا بالدرجه الاولى التنكس لدرجه خفيفه، تخفيف الوزن، الحذاء الطبي، رياضه لطيفه، بتحل لنا المشكله. الدرجة الثانية إذا كان في عندنا تمزقات بالغضاريف، احتمال لازم نحتاج نعمل تنظير مفصل الركبة وناخذ شوي مضادات التهاب غير استرويدية. هلا بالدرجة الثالثة في عندنا طرق جديدة بصراحة الحمد لله قدرنا ندخلها على سوريا من سنتين، هي بناخذ خلايا جذعية مستخرجة من النسيج الدهني الذاتي وبنحطهم، نستخرج منهم بريسايتس، الخلايا المدافعة عن الجسم، ونحقن المفصل الركبة. هي بتعطي نتائج كثير ممتازة. بالدرجة الرابعة طبعا تكون تنكس شديد، هو العلاج الأمثل والأفضل هو تبديل مفصل الركبة. وفي عندنا مفاصل أنواع، هلا الأحدث نوع اللي بيكون في مفصل بيشتغلوا فيه على النافيجيشن مثل الكمبيوتر بنسميه، بناخذ صورة ثلاثية الأبعاد للمفصل تبع الركبة للمريض ونبعته على المعمل اللي بيسوي المفاصل، بيجيب لنا مفصل بيناسب مع المريض.
يعني مثل اللي عم نعمل تلبيس سن او تلبيس مفصل بنسميه هدول. طب دكتور خلينا نحكي هلا، العلاج الدوائي هو فتره، امتى بتلجأوا للجراحه كاطباء؟ لما بيكون بانه مرحله، وهل بتنصحوا بالجراحه او لا انه على المدى الطويل بس هلا بالرياضيين وقت تكون في عنا علامه تمزق غضروف، تمزقات الغضاريف بتسوي هذا بتاهب انه يتنكس المفصل الركبه، فكثير ضروري نعمل تنظيف المفصل للغضروف. هلا نحن عندنا قدره اذا كان في تمزق حديث نعمل خياط للغضروف، وحتى في ابحاث هلا بنعمل زرع لخلايا غضروفيه عشان نعوض الديفكت الضياع المادي بالغضروف. هلا وقت تكون في عندنا كسور مسطوح مفصليه كثير ضروري يكون في رد تشريحي ونعالج المفصل. هلا في كثير حالات بيكون في عندنا تشوه فحج او روح بالركبتين، فوقت بنلجأ للخزع، الخزع زنبوب، فهذا بيصحح الحالة هدول. نعم دكتور، إذا يمكن تمت المعالجة بمراحله الأولى يمكن ضمن تنقيص الوزن أو الأحذية الطبية الملائمة، وإذا أو كمان هو بدرجات ثالثة أو رابعة وتم تغيير المفصل، بيشفى بشكل تام المريض او بمراقبه؟ هو التنكس المفصل الاساسي، السبب الاساسي له هو التقدم بالعمر. الخلايا الغضروفيه هي خلايا في هدم وبناء بشكل مستمر بالعمر، نتيجه العمر بصير في هدم اكثر من البناء بالخلايا الغضروفيه، فنحن هدفنا انه ناخر الهدم، يعني نحافظ على شباب المفصل، ناخر شيخوخه المفصل قد ما بنقدر. طبعا كثير بيلعب دور كبير رتم الحياه الصحي، كيف بنتغذى، وكمان بيلعب دور كبير انه نوعيه العظم اللي بيحمل المفصل، فكان الغذاء تبعنا اذا كان كل ما صحي، الخضار، فواكه تازه، السمك، المكسرات، هدول الشغلات الفريش، يعني بيهمنا الغذاء، لازم ناكل غذاء جيد ورياضه لطيفه عشان تغذي المفصل طبعا. يعني دكتور بتنصح بالغذاء الصحي اللي فيه فيتامين مشان كمان بناء العظم. خلينا نحكي شوي عن العادات الخاطئه اللي بتشوفها عند المرضى وخاصه اللي عندهم هذا المرض. هلا كثير نحن بيزعجنا مثلا موضوع السيدات الكعب العاليه، الكعب العالي. اوكي، زياده الوزن بيزعجنا كثير، عدم ممارسة الرياضه، اللي بيشتغلوا شغل مكتبي لاعداد فتره طويله، عدم تحريك المفصل، هذا بيأذي المفصل. بس نفس الوقت اذا بيكون بيعمل رياضه عنيفه مثل زومبا او ايروبيك على ارضيه صاله مو مجهزه للرياضه هي، هذا كمان بتتعمل بتاكل سطوح مفصليه. هلا مشكله بلدنا بصراحه، يمكن مشكله بلدنا لما كنت تشوفها بالمانيا، انه ارضيه بيوتنا هي ارضيه صلبه، صحيح، ونوع الاحذيه تبعنا احذيه غير صحيه، فكتير ضروري انه الحذاء الصحي بنصح فيه دائما يكون في حذاء بيمتص صدمات، يعني ما يكون المشي على الارض صلبه باذين المفصل، بس مشي على رمل البحر مثلا كويس، السباحه كتير ممتازه، السباحه هي افضل شيء بصراحه للمفصل الركبه. حلو. نعم دكتور، طيب بس خلينا هيك ننوه، وجع المفصل التنكسي او وجع شيء عادي، كيف بنفرق؟ يعني الوجع وين بيكون؟ خلينا أوكي. ندل او خلينا نشرح لحتى نفرق بين ممكن هو الم عادي او الم عابر نحن نفكره غير شيء، ولكن هو مرض. هلا اول ما في عندنا مشاكل بتصير، اول ما يتمزق غضروف ما بصير في الم، في بصير ازعاج اخر الفرد، اخر العطف واخر البسط، بصير بيقول لك مريض انه ركبتي عم تعلق مثل انعقال بسيط. هلا اذا اهمل هذا الشيء، هذا بصير انه التمزق بصير جرح سطوح مفصليه، واتصل الجروح على العظم بصير في الم. وشده الالم بتصير حسب كميه الضياع، يعني التهتك بالسطوح الغضروفيه حسب شده التنكس، فبصير شده الالم اللي بتصير عندنا. طيب يمكن كمان دائما بنسال هذا السؤال، لانه كثير في على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي طرق، يمكن انه لصاقات عشبيه او طرق لحتى تخفيف الالم، هل انت مع هي الطرق اللي هي عن طريق الاعشاب او يمكن الماسكات اللي بتنعمل للركب او اللصاقات، او انت لا رايك انه لازم دائما يكون في استشاره الطبيب؟ هلا في لصاقات معهم بيضيف معهم ضمن تركيبهم بيكون كلوكوزامين الخوندرتين، هي ضمن تركيب الغضروف، هدول لصاقات انا معهم. بس في لصاقات بنلاحظهم بيكون ضمن تركيبهم مواد فيها كارتيزون، يعني لصاقات عشبيه بس ضمن تركيبهم في، فنحن فما بنحبذ هيك هذا. ممكن الدواء اللي تعطيه للمريض يكون فيه كارتيزون، هذا كثير بخوف السيدات خاصه. هلا ما بننصح ناخذ كارتيزون الا بحالات خاصه جدا 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 وبشروط خاصه، لانه بتاذي المفصل.
نعم دكتور، قديش لازم المريض يدير باله على حاله ويدير باله على المشي ويدير باله أيضا من الكسور؟ قديش الكسور أيضا بتأثر على الركبة وبتأثر على المريض وخاصة الكبير بالعمر؟ طبعا إذا كسور ده مسطح مفصلي حي أذى المفصل، فضروري نعالج الكسر بشكل باكر، ولازم يكون رد تشريحي، يعني ما يكون في أي تجاوز. هلا كثير ضروري انه اذا كان في عندنا مثلا فحج او روح بالركبه، انحراق تشوه بشكل المفصل، او فهذا بيأثر، هي بتنكس المفصل عندنا باعمار كبيره، باعمار صغيره يعني بتنكس. هلا اساس العلاج بقول انه نحن نخفف الجهد على المفصل، بس نفس الوقت لازم نحرك المفصل. نعم يعني دكتور، يمكن كثير من الكبار بالعمر طبعا بياخذوا لحالهم وصفات ادويه، انه بياخذوا حب كلس حب كذا انه مشان يقووا عظمهم، فهل انت كمان مع هي القصه ولا كمان ضمن استشاره طبيب؟ هلا اي سيده بتتجاوز سن الياس لازم تاخذ كلسوم مع مثبت كلس طبعا، بس لازم نعمل كثافه عظميه، لازم نعمل معايير الكالسيوم، المغنيزيوم، فيتامين د. ما بصير ناخذ كلس اذا ما كنا معايرين الكالسيوم، لازم يكون في اختبار او استشاره طبيب. طبعا احنا ما لازم ناخذ اي دواء حتى مكملات غذائيه اذا ما كان في تحت بدون استشاره طبيب. نعم دكتور، خلينا نحكي عن الهندسه الوراثيه في تنكس المفصل. بصراحه انا خريج اللي شرفكم اول طبيب سوري خريج جامعه يو كي ام بماليزيا كوالالمبور. هلا عم نعمل بحث صار تقريبا شي 5 سنين، عم ناخذ نحاول نطور ناخذ خلايا غضروفيه من نفس المريض ونبعثهم على مركز ابحاث، ان الخلايا بيحطمون بكاسرون بنغير جينات تبع الخلايا الغضروفيه، وبعد 3 اشهر بنحقنهم بمفصل الركبه. هلا اخر 2017 قدرنا ناخذ موافقه الهيئه الرقابه الدوائيه بماليزيا كوالالمبور، بعثوهم لامريكا عم يحاولوا ينشروا الطريقه هي، نعمل ببليكيشن للبحث هذا اللي شو اسمه. هي خطه واعده ان شاء الله بتكون بتغنينا عن تبديل المفاصل، يعني نقدر ناخذ خلايا غضروفيه. كان المشكله الاساسيه اللي كنا عم نشتغل فيها انه الخلايا الجذعيه ما عم نحاول نكاسرها، عم تعطينا كميه صغيره من الخلايا الغضروفيه. فالهندسه الوراثيه الجديده على الخلايا الغضروفيه هي بتعطينا كميه كبيره. بنهايه التجربه عم نعرضهم لاشعاعات حتى ما يتكاسروا بجسم الانسان يتحول لاورام. هي بضل حجمها وكل شيء ثابت، هي غضروف. هي في شيء اسمه مثل طابعه بيولوجيه ثلاثي الابعاد للمفصل الركبه، فنحن بنحقن تحت التنظير الخلايا هي الغضروفيه بالمحل اللي فيه ضياع مادي الغضروف، وهو بينمى بينمو بس لدرجه محدده، مش لدرجه محدده حسب الدرجه اللي بدنا اياها. حلو. بس ما اتطبق لسه بسوريا يا دكتور؟ هلا بصراحه هي حتى ببرا بامريكا هي طبعت. اخر 2017 اخذت الابروفال تبع، ان شاء الله بنحاول ندخلها على البلد ان شاء الله. يعني احنا اللي بدي احكي انه احنا عم نحاول نتابع كل تطورات رغم نعم، خاصة يمكن انه بسوريا في عدد كثير من الاصابات هلا ضمن الظروف، يمكن حتى بالعظم، فممكن يستفيدوا منها كل الجرحى ان شاء الله. حتى في ضياع مادي بالعظم والغضروف، هلا الابحاث اللي قدرنا نسويها بصراحه الضياع المادي بالجلد والعظم والغضروف، العصب عم نحقق لساتها ما اخذت النتائج. نعم يمكن كمان في كثير عم نسمع عن البلازما، هل لها علاقه بايضا العظم وتحسين العظم ولا ما لها علاقه؟ في لغط يمكن. هلا البلازما اختلفت بشكل نهائي، البلازما هي عباره عن صفيحات مركزه فيها، فهي مثل عوامل بناء تعتبر، فهي بصراحه بتفيد بالتمزقات العضليه، نحن بنعطيها للرياضيين تحت مراقبه الايكو بالتهاب الاوتار. لا انت صحيه مع هلا هي صحيه، بس لازم ضمن ظروف معقمه. نعم. ضمن ظروف خاصه طبعا، لازم لظروف هي بتفيد، هي بالشعر بالبشره طبعا. نعم. نتائج جيده كثير. نعم دكتور، خلينا نحكي عن ابرز المشاكل او ابرز يمكن العادات الخاطئه يلي دائما يعني بتواجهها ضمن مسيرتك الطبيه، ضمن مهنتك، يعني دائما يمكن بيجي لعندك حالات انه يمكن بيكون نتيجه اهمال لسبب ما، خلينا نحكي عنه. هلا في مريض مثلا عنده تنكس درجه ثالثه، بنقول له كثير ضروري انه القعده عربيه ممنوعه، الصلاه على كرسي. فبيجي مريض بيقول لي يعني بيكون وضعه كويس كثير، بتلاقي بصير يمارس القعده الارض او دي عربيه او وضعيه السجود. وضعيه السجود هي بتصير زياده تاكس طوح مفصلي، فبينتكس المريض. اوكي. فكثير ضروري، بس كمان باكد كثير ضروري، نحن مشكله بلدنا انه ما في رياضه لطيفه. المشي ضروري كثير، بس لازم نلبس حذاء خاص بالمشي. السباحه كثير ممتازه لمفصل الركبه. النوع الغذاء لازم يكون صحي منوع.
ما يكون في قاعده فتره طويله، ونفس الوقت ما نجي مثلا نحن طول النهار قاعدين وبساعه واحده نعمل رياضه لمده ساعه متواصله، فلازم نجزئ الجهد على مفصل الركبه. نعم دكتور لكن شو بتنصح كل اللي عم بيشوفونا على عادات صحيه حتى ما يوصلوا لهذا تبع الانتكاس؟ هلا بنصحهم انه الرياضه اللطيفه، الاحذيه الصحيه، اهم شيء الاحذيه الصحيه والغذاء الصحي يكون. نعم. والوزن الزائد ينقص. هلا بالمانيا الاوزان بيكون صراحه اكثر من اوزاننا، بس هن بيلعبوا رياضه اكثر من عنا، فبتلاقي مريضه عمرها 80 سنه عم تلعب رياضه، في عندهم رياضه من الحياه الصحي. صحيح. احنا بناكل وبنقعد نعمل صبحيات وهيك. والحذاء اللي كثير بيزينا نوع الاحذيه اللي تكون الكعب العالي بيزي المفصل. نعم دكتور شكرا كثير، وشكرا على التوضيح، وشكرا يمكن على كل الدراسات الجديده يلي عم تقوموا فيها من اجل يمكن حياه سليمه وصحه سليمة. شكرا كثير لك دكتور، شرفتنا. انا بدي اشكرك دكتور، بدي لك فخورين فيك. العلاجات كمان عم تفيد فيها بلدك وترفع اسم سوريا كمان خارج سوريا. شكرا. انا الحمد لله في نوى شغله، كنت عندي بحث بالستيم سيلز خلايا جذعيه، طلعت على روسيا الاتحاديه واخذت وسام ذهبي من روسيا الاتحاديه بالبحث تبع الخلايا الجذعيه. مبروك مره ثانيه. نحن الحمد لله بنقدر نرفع اسم سوريا برات بلدنا ان شاء الله. اكيد. الله يفتخر فيكم. شكرا لوجودك معنا دكتور، لكل النصائح اللي اعطيتنا اياها. شكرا لكم. ميرسي.